متاي نين دادالو دنتيسي كاعد كادو دلكيسي انفعايا وبرنامج عصوب الله مقع بحي دلليس اوت قلب والبو جمعا كادا وندون تان تيفيغان عالميغا سومالي جنرال برنامج كان ايا وحو ديرو دساري دونا اسبدل عصوب سومالي كسعودا وي بدل مين تاريخ دينا وي قرتين وانا يسون نقدين حد دبا واحا اسوي دين مدن واما حي دورك اللوغة باهن ياهي شعبك سوماليهد واسم حي دورك اللوغة باهن ياهي مرحضا هديا دلالك اي مرحضو ودودتكو اي ينقعان تقبن ويقو يسعفين وخلافك يقبيالد يحسدك اي نسكدين مرحضو ددكي يوردن ماها ميلو احمد قارسين يسهدون ايضا مغالي كرت سي اللوغة قلبو مرحضا عصوبي كالقوركا دورك اي شعبكو كعياري كران مرحلة عصبه ولا قلها وحيو باهنتها اللي اسكاش هذا قعمها اللي اسقبس هذا عيد والبيع كقاعدة تقايبتها كل هذا واسم حي أهمية اللي قل لي هي برنامج كان دلس وحو صومالي أول أكسن صومالي أخر سيدة النبات صومالي أخر سيدة برواقه إيوه إنه يكبحضه لبعتها دي كتشرتها لغاتنك السنة إلا صور دافي برنامج كان دلس محو كهضلا محو سكو سليسية inay wadankoodii dhisi karaan marka jid cusub iyo hawl cusub oo macaan oo didid badan ay noo furanto hadaba barnaamijkan daldhis oo lagu eegay lagu raadinayo si dalka dib loogu dhisilaa hadii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato la soo xiriir barnaamijkan daldhis بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال مرة بعدوك أتكلم تام بكسر هذا التفيق عالمي على سمالة جنرال وبرنامج كان يدلس على بقلا والبوش معه حلي كانوا كله أن هو ذي نسوي تمنجرني برنامج كان لغوصه تفحيدني لغونا سكر كرسني سيد التفيق عالمي على سمالة جنرال وقيب قادم لها دور اللي بحنا وقع يار لها دي بدو سيد ده كسعته برنامج كان يانو مرة بوحنا لغوصه قادم ناقور بجوك إسحل قامي ودور كيس كع ياريا دوني يعني إنه دلسك وقتي سكاكاتو برنامج كمانتو هنكوي دونا اوركلي رado some development trust ي هولها اكا كابتن صوماليا اوركن اولا ساسك لوكو يسالكي ايا وحو اغاها نوكا لكي او هولكا بلاوي ينو اوغرغر مساكينتا دباتيسن ينو برشاد لنعاد وحكا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 
يدير سجيان أي ودن قاضي دب ونقدان أو أي كلميان دتك لبعتيسن أو سماري تصدق أتشاش تكداوني سامبا وركوه مددي لبعض السنة ده قدم بيسي إسكود دي باهيها وبدن سماري السوف ساري ندور لبحلك قاتو مقالوا إنك وركن الجي عاماته هي كمدي كيب كمد كمد آه مقالات الجريعة الجبل كهيران دين عكرنا مقالة الجوهر يقبل أن تلوين كم إذا شبهه سأ أي أورك أنا يحوجي عوامات لوجين يدات كاس أن بديها كنول أن دبعت الأبارة قبستي إن أن لجارسيو عن توين وحكوا أورك أنا حلس كساري موبايل كلينيك وحلا يرادو أما عافيمات كجورة أو رقاطيرتي إن الجيان ملها بديها وأيسن كتيرن هوسبيتالدو سي أي دتك عرورتو إهلان تلالو يكهر تغيو لنا عافيماتكا أوركو وحاو كلا سيدو كلا كغيب غادني إنو عالش يبيها يسيدو كلا إيغانا وحي او كجين سيكنا كران كودو كجيستو أوركو وحاو كلا ساقونا تلابا كلا كسي قادي إنو كغيب قاتو إن كان هرتقو إن حالفين تقولك الوهاي أصغر لني رضا يودتك بديها جو كوعي قلني إن أول شيء أهمية بلارن وإلى ذهاي إن إن العلاليو إن لقنا هرتق نبارد جوكا وركو بلا بسدو كلا إنه جيدك بيرو مالا قارك هذا هنتي و إن وحقبت بلارن أيانو أرن كرنا وأنا سببت عن قدوميها إن أما داركتر كا سوم ديفلومنت تراست عن وجوسه عزوني إن برنامج كان طالس أنا سلنا ومدني هاي برنامج كقبيس الدنباء يعني وحقبت قصوب بنيجي دهنا بلسي عن قصو نغنا مرتضى يدا ومحمد عبد النور محمد صومالي اللي هو يقانه وأه داركتر كجود أوركن محمد قصو دلس أنا أتبع ما سنتا أبو كار يوم أتبع ما سني صومالي channel أنت قصو عسونتي channel كان أدي أتبع يوم ما علني فرصة عيسين أن إن أكحد لمات صمت فلوم ترست هيدا وحقبتي وحقومة صومالي وقبتي أدي أتبع يوم ما سنتين
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول المركز وحكمنا أن يغذى الصوماليات كسر بحذي ذلك الصومالية أو موجود وحبذا وقت بذا كسر موجود ذلك الصوماليين ذلك الصوماليين وقين لبعتي لبعتي السنة أو السوم هذي إن إبتوين بذا دجالو قح إب بذا أيك ذلك هذا ساستغدد أيامك أن فكر كان لنا نمد هاد إن عددك عون ما دام إجرين دولة يدك على عاون يو أي نشرين أي ماشي كبحين أي أم قط أنا يقدر أنا أكمل أها إن أستغنو أو نقدر نودت كي وإبادة هاي شتو كعاون إن عيا بدن أو ماش أنا تفيدو كيوبينين يا ألوان أرقد طبعا أنا حقبت كي نوان فيرني لأن يردي الناس بدن مركز تد بدن باو هاي صدهان أنا ودن كاني وحواله ووين بوبهين هاي هاي هذا يو بروجكتي يو إم بوست يو إن دي بي يو أمريكان إيد يو ريد كروس يو إلا كاشط ما إحنا ما كمان كرو أنت أزيدكم كده أنتي مفكر كلا ده مسنتين والله وحقا مسنين بقولي جنب إن دتك صوماليات إسكت أشتان أنا يغدا أنك كملنا عنا وإسكت أشتان وحاولت أشتان إن كمان إنه يو إنذا يو يو بينا أنت بدن بع كمان إنه أي نقطة إن عمد شبكين عقب لونه إلا يو كوميونتي صوماليات ومرو بيجوا جنب أي قالوا وينك جيستين إنه عويان بقشك تياش أسمين إنه ما كمان والله بحنا بس لا يو إن هدي أمد صوماليات ينفتي إسكيرجاتو إيه كمان طبعاً. and لما يردي إنه المجال ده لندن وكله واد وركتان and كومبينير بطاقتان. سيدي بعد العقد أسميسان. العقد سيادة كل دول أي أسمينا and سوى حد شرته حلف ذو أي سنة ذو البصمينا لبعض ما حلف ذا. دتك عسونا أنا أشجعنا وحقبت كينا تعسمر كي أجدا وحقبت كينا وحب اللوان إنا أيك نفتي نقول دقان أما غيرنوا بيرسدان أما نقول صبيران إن الله شقيان قيب تعسنا واسمينا سنة كي لبعض ما سيدك لو سمينا وحتى هاي شيرت كبا استجنا أن يرى صوماليات وفلنت يميت أو تعل ذلك إنا وحقبتان تعس أي شيرت كان عكس أغيان وحتى لو شرته كمبنياش صوماليات بزنسات صوماليات عصا صوماليات إن أوجين بوجكتياشينا مرك أكان أدو اليابان أيك نفتو ذا كعنق كيستان مرك أدبان رنتي طبعا وين أدبين مهم وطهي إن جنا عصت هذا الصومالي هذا هو وتم وين هذا الحول هذا إن أرنتان وقلا أي وحق كيستان داو ديال مرلو أيام نقد كتلافك إذا فردونا إذا كوا فكر كنا يترادين يبرنتين أي مرة الباء أي مهم تاي وحن كلام ماشي كما قلنا إن some development trust الله سحرير دونتان وأد عاد إن لفتي هذا هي اللي هو بواحد كوكر كمن دونتان إن إذا كذا بعند رنتي وحال أوران كرا باهذا الصومالي تعالى وميت إنه وذي يلا أنت نقرب جوكتا إن لا قفل برا لدوني إنه دور كيسك عيارة إذا ولي بهذا أجرت الدولة إن رنتي لهم مين هي أو مسماس وخيار هذا أو رنتي الأوران كرا إن دولة لفتي هذا لا شقين كرا إن وحكم إذا إن وحيلا هذا جيسك أفريقيا تنتصر وسق هذا إنه إن دولتهاس دولت اللي يراد إلتريا قرب تجوك والبا ودولت تجوك هاي تاكسي ببحيا عنشور ببحيا ودن كيسو كبحيو وحيا لا سيداس وقلا إن أنو كفكرنا يالو بهاي هاي مرحلة دا تنوائن سومالي والبا ميشو جوك وديار قلوها وارتلو محان تاري كرا ورلي يرادو أين انتا تكتاك لفتي قوضو أي جامعة هاي اسكولات مرك الله حرا في الوينتر ميشو كتاقان عقلي جيان علمي جيان إن شاء الله مركا قد كتلافي كنا وايدين فردونا محمد هدي أنكو بسو نقضو رنتي واحد قبطتين وحيالة بدن أولا تابان كرو محوية مركا همي جينا كلاو كسي آدن لبضا سنة صوصة عطا سدع سنة صوصة عطا شانت سنة صوصة عطا معن ليه نهمي جينا أدبا أوين هاي وحنا كو حغنت هاي سيدي كومينيتيكي صوماليات قعن نوصي لهايين دالك وحوال بقى يقوبة هاي تولو والبو دقمو والبو ودنك انتي سبادن با باهي آدي آد أبادن ايا كتشغتو مانا أهان ميت لحالقف لوقف سدح قف وحقي كيزيكو مركا همي جينا أوين هاي أو حاجة عنا هاي أول بو حبغشادة آدي آد أقود داليني إن أمال بادن دقمو بادن إقبال بادن أهكار سينا وحبغشادة ومات صوماليان نوحي أبادن تاي إن عيادة باديها أبادن تاي أولاه المامي تاس تغادي دا وحوا آدي آد آيا حقمنا إن أبادن نسكولاتك أو إسنا سنة دا صوص على نسكولات بادن إسنا دالك صوماليات
وان شاء الله ان الهي بان نكغر جيني انو يدن لقرب كلو دبعا دوينها سوماليا انو حان امن زانا يرمتي انو قيبتو دكا قانون دونان ان ومانتا يدلس ودلس يهيران ودلس يجرعلي يبلدويني محايك اران دونان طلو داوضياشو بالغطكا تلافنكا عنو فيرنو ان قفك اوه الرأي الو السلام عليكم أولا القطك تلف كسك قامي أنتي في قالت ده قد ده ما عندي ماشة كسالج. هلا. أوك مغلية أولا الفضل. هلا. سيفي عم بكون مغلية هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا. وكحمة هاي. قبل لا سوى اسمه لويني إن رنتي يدو قطك تلف إنك قال له جبحه بل عن أباغ نقفك كلو كحجة. وأن أصلنا قلنا قد كتلفنا هذا إن شاء الله الفرصة ما يغنى ذا نحن كعصنا دهنا إن شاء الله إني نوسو قد بيان قد كتلفنا إن محمد ضد بدن أرلينيرا أو حجرا إن قرب جوكتا أو حرف ضله أو يغلفت قدو رنتي أي كا موقته هديدي لا لفت قدو أي دوني يعني إني أرمعنا كالكوكب إن كغيب قاتان ما حد كله تلين الله أنا حقول تلين الله هاي دلك صومالي ما أنت وجهتين سوي هاي وكفي عن هاي نبض واين aan qubo joogta Soomaaliyeedna waxa ay lahayd dalka dib loogu laabto qofkii geedko abuurkaro qofkii biyo malgeeyo qofkii iskuul sameeyo qofkii shaqo abuurkaro dadkaas qofkii wax ka isagaba intaba waa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed qubaha waqti aan la iskaga qaadin dalkeena dib ugu wada laaban oo ugu baaqi laa haddii ma san tahay bal qofku Hello, assalamu alaykum. وكحما هاي قف كاس نقد كوا كقاعدة وضيال سدوا كلا واحد مر والبا تلبين يفكر كنا يتسالنتي نلقوص ودير كرتان وانفو at Somali Channel TV برنامج كان ورنتي أهميتي زتاي إن أذيع كان داونا يهدي أتاي مدة دالو دنتي زكاة كادي ودل كيسي واحترس له إن أنا كسول وينو كنا بورنو كنا قرب استغنو سيات أذيع لفت كاغو أد معنا أدوه شد مال جوب أد فكر كاغو كسول برني كرتي تد كلار وبدنا أد أي أدوه نسبير غريس بالغف كحي كانوا أجنو هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم هلا هاكم مغلية ما قاعد يمشي كسر لس. هلا السلام عليكم. هلا السلام عليكم. هاكم مغلية ولا ما قاعد يمشي كسر لس. هلا السلام عليكم. وكحمة هاي قف كاسن وكجعي علاد داس إن وحن أم لينا يا إن إنترنت هذا كهوليه لكن مرة ربع. تلدين التسالنتين والف نبرك برقرامك وإنفو at Somali Channel TV وعاد مرول بنقوصو دير كرتان عناغو مرول بسولو ويدين قف الله لي قفك وإحسارة إنو إستاني إنو أرمهاز كقيبقات هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم وان أصول نغندونا لنا على تلفن هذا محمد هدي أنا أديك أصول نغندونا مدى هدى واحد ودين بحاد كروق قبطين وحيالات قبطين كبيدة aan projectiga aan marka laga reebo aan inaa iskuulaadka aan inaa caafimaadka oo naftiisa aad iyo aad u qabanay aan qaas ahaan meelaha baadiyaha aan tagnay aan also xasmeena inaa geedaha abuurtiisa oo nagu alisay inayba kamid tahay qaybaha ugu waaweyn oo dalku u baahan yahay aan nooc walba aadte aan ayay kan naftooda asmeena intaas marka sameeyna waxa ina akale waxa sameeyna dadka waxa caawina jaamacayaasha ardayda gaaray oo awoodin inay lacag haysan fiiga waxa ka caawina inaas ina ka bixino fiigi sidii ay wax baqasho u helayeen ay kan ay ahaan lahayeen dadkii dalka wax u qaban lahayd tumaa ay ahaan lahayeen iyadana inaas ayaa ka caawina waxyaabo badan oo dalka u baahan yahay naftiisana waa qabna ina abiye ma ka sameeysta إن عبيها ومأودن إن عن علل أد إن أكقدنا إن عقدي سيقرش كيس لما حين لكن حصل معي إن وحلي هذا بيدو أيابيا وقعدنا دتك بعد أقوى دجن مال وبدجن بيدو أيابيا وآمنا أي أوجينا تاس أي كسر معي إن عبيها ساكو أرجيزي مثلا إن أدب وما تنتهي بل نع تلفنا ذا عن أوريك نمر كله إن بالقفك كحيل هلا السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها ولا المقعد ليش كسرلس؟ ها مقعد ونفس عثمان وحمد الله. سويدن. نفيس سفر من سويدن فترة سنة ولا شيء.
horta hore een barnaamijka maanta aad wadiin horta maasha allah waa barnaamij fiican anigoon soo dhaweynayaa dabiisa ahaan laakiin waxaan jeclaan lahaa meel walba oo may joogaan dadkan oo shabaabulay masalandan keliya joogaan ayaga hortaor waan weydiin doonaa maxamed kale isaga kaaga joogi doono waxaan umalaynaya qof walba inuu member ka noqon doono wax kaleo fikir kale ku daraysaa marka waxaan jeclaan lahaa yurub oo dhan inay meelo tagtagaan ay xafiisa ku yeeshaan sida wax loo aruuriyo oo dadkaas dadka tabaalaysan wax lagu qabto aad baad umahadsantaa nafiisa fikirkaaga maxamed wuu ku maqlayaa maxamed haye oo ujeedaa sweden baa laidinkaga yeeraya wallaahi meel walba xafiis ma ku lihin laakiin meelo badan dad baa noo joogo oo sweden nafteeda dad baa joogo oo markaa u baahna in lacag la aruuriyo oo gacanta la galo holland america meelo badan baa la joogaa marka xafiiso badan ma lihin sababtoo xafiisada qarashkaas baa ka ordaynaa lacagtaas oo xafiisaha ku furayno ayaaba ka ordaynaa maadaama aan nahaba dad jeebkooda wax ka bixinaa communityga soomaaliyane ay wax siiso ayna adduunyada kale ay wax weydiisan aaba diidnaba taas daraaddeed ayaan u gelifay inaan xafiis yeelo laakiin meel walba waa la joogaa oo qof lacag qaato ama u tagto ama waxyaabihii la sameeyey u sharaxdo way joogaan meel walbo some development trust websitekeeda haddii la galo oo nafiis oo kale information way ka heli kartaa ha some development trust haday gasho waa ka helaysaa youtubeka ka helaydoog waa some development trust org baa waxay macluumaada dabcan ka heli kartaan nafiisa aad baad ugu mahadsantahay facebook isticmaalo also facebookyada kala socod karaan facebooka dhinacayadana waa some development trust on the facebook marka insha allah dhinacaas aad kala heli kartaan wixii macluumaada bal qof ku xigaan u gudba halow halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum ha walaal magacaagi meesha ka soo hadlaysa fadal walaal waxaan ka soo hadlayaa soomaaliya maasha allah soomaaliya ka xaggee sool gobolka sool soo dhowo sister maxaad ku darsanaysaa fikirkaaga magacay waa sagal axmed maxamed haye aad ayaan uga xunnahay sacuudi axmed maxamed oo gobolka sool kasoo hadlaysa inuu qadku ka go-o khayr baan idin rajeynaynaa ama sool jooga ama sanaag jooga ama siigaalaba jooga ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u rajeynaynaa khayr iyo horumar iyo inay dhexda u xirtaan una guntadaan siday runtii uga faa'iidaysan lahaayeen fursada tan taariikhiga ee dalkao dhan hiigsanayo inuu himiladiisa gaaro oo soomaaliyana ay noqoto soomaalidii la aqoon jiray oo geeska africa xushmadeeda weyn iyo adduunkaba ku lahayd bal qof ku xiga aan u gudbo halo asalaamu calaykum ha walaal codkaaga adoo kor u qaaday magacaaga meesha ka soo hadlayso fardows cabdikariin codkaaga kore wax kor u qaada wax yar fadal fikirkaaga soo gudbi may waxaan rabay inaan gabadii hadda ku waafaxday inaan saacadkeeda kale la qabay inaan ogaado yani inay joogaan wadamada dhan hal meel ku kooban aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aashaas waxaan umalaynayaa nafiisaa looga jawaabay meel walba meelo badan baa representative u joogaa dhinaca websiteka some development trust org ayaadna ka heli kartaan wixii macluumaada dhinaca facebookana kalena waa sidoo kale waa some development trust marka waa sidii aad maxamed sheegtay xafiisyo badan ma lihidin laakiin dad representative waa idin joogan daba aad iyo aad baa umahadsan tahay walaashay bal qofka ku xiga aan u gudubno halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waa usoo noqonaynaa maxamed dadku waxaad moodaa runtii inay xoogaa hididiilo ay ka muuqato iyo in arrintani tahay tallaabo ku dayasho mudan maxaad sidee baad isleedahay waa la isugu xiri karaa qurbo joogta laftigooda bal intaanaan xataa amerikada fog iyo dhinacaasba aadini yurubtan holland halkan norway sweden intaasoo kale si laisugu geyn karaa isleedahay wallaahi waa su-aal fiican hadda ka horna waa isku dayay oo waxba ka bilaababa dalka aad joogno in hay-adaha soomaaliyeed oo dalkan ka rajiskareysan in ay isku tagaan ay ayaga naftooda noqdaan hal ambarel ay yeeshaan
هيدا بدن أول حقيقة جرا سيد هولن سويدن يو دني ماك ميلاس على نفط إذا كواي أنا أهل الحقيقة أشعري إن أنا كعماس وذا قبصة صابت وكعما وذا تجيب حقوق جوال وأنا لو ذا بهني هيدا دي سوذا قبصة ذلك وح أقصى مين إن individual وح كبدن أي على قصة ميكرا ما كتاسنا وح واي وسؤال في عن وين صعدت أنت أسوان سكت يا أنت دبرت إذا أنا أسكت إنه هيدا صوماليات هل مل أول الدنيا وضلت صوماليتنا أو حقوق قوانا إبعتي ذاتك حيثته هذه هي بابا سنتاي بل ان كلنا قلنا لنا على التليفون هذا بل قفك كحيقه ان فيريو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. تفضل. ها ولال مكسدوز دلدس وكدو حكا صالح صوماليا صوماليا هي قولي حتى كو ايبا تفضل ها ولال ها سجلي ولا تلفك يقال الساعة ألد هذه قد دعوان سك قامي إن شاء الله هي ولا روحكوا يجي سؤال من القبعة هي وكحنا هي مركي لبعض أيو سجل كجاي إن سجلي خير بنكور جينيا هذه أيو صفي يسهر يسمن أيو لما أنا قبلها سماليه دميل الجوعان سيد أدمر والسقوط ديدان وحول بو خيري أو أمضى عرنتي سوماليات الدورك أتكقى تان لأن كنا تلمان بكرات هين إن لبنا عرنتي أمضى سوماليات إلى هاي الحفظة يعني لا هاي بالقفك كحيق أنا قد بو هلا السلام عليكم وأنا صار نقطة نادينا على تلفون هذا إن محمد إن ممبرشيب في أحلى رهما شرتا وقفك هذا فرق سامبل لأن أنا جيجا دل لسه دو دوني إنه كقيب قاتو في وبحين كرو أو عاد kaba soo qaad geed inta beertaan aad geedkaas oo kala oran kartaan geedkan waxa sponsor gareey barnaamijka daldhis halkaas ku yaala een baladweyn dhexdeeda ku yaala ma jirtaa system saas oo kala sidoo qofkiin u dareemo waxa uu sameeyay een idinkuna aad een dad kale ay u deeydaan een qaybtaas in caageeda ama ka jiraan een waxa ka jiraan laakiin in aqoonta ama ilmaha fiig iskuulaadka laga bixiyo een in caas aadi aad loo isticmaalo لا ضد بدن واجهة أو ضد فيه كبحيو المهازي أقوم تاس كبحيو أن جدا إن عيسى ولي متجان أن وانا جدا إن شاء الله والله سميت دهنا وبرنامج كيسة وحي وحتى بروجكت كيسة لكن إن شاء الله سنة كان با دبلو سميت دهنا لويني دهنا إن شاء الله هدي على إدمو أرضي ده لفتي قوة إن سنة كي ما قف كي دوني إنه أرضي له هاد إن بلد وين الجوع أم هيران بالجوع أو له سنة دول بوح روح برشيس إنه كبحي ما يبقى له تمر والله بشي حوالي لا بقول أفرتن بان بل ولا بقف كأو بحيو مركا بشي لا بقول أفرتن بان ها مجمع على بالك قال سنة فعلاً أو سكول ما وحكوت شو عن تديسة وحكوت شو عاف مات كيسة وحكوت شو وحول بس كوت شو إن ومغلا إنسان رنتي إن إنكستو إن يعني هذا محمد أمم كوكفتمي عروت الصومالية وقال ما لا بقول يا فرتن إيو لا بكون يا أفر بقول بيم وحلو ببرو وهدي هذا هسا قرب استاج إن شاء الله هدي كلا إنا حتى أسكون بحسمة لا بقف بتكون قانون كرتان حال عنو إنا تكون سبونسر كريسان أريمانو كلا إن لا قاتان رنتي أقونت إيو إن مهمة إليه إن لا تاجي أنا إن دين تينا وإنا فرتبه بل إنا على تلفون هذا عنو نقوله خلينا على التليفون هذا انا نقولنا على السلام عليكم ان و تليفونك اد بارنتي جام لوغي هي وحد كلو سيده كلو نغلا سو خيري كرتان مر ولبنا فرنتي ني تلدينو اه لف دبرتا برنامكا اد كو سو دري كرتان ايميل كشاشه كو قرن و info@somalichannel.tv انا مر ولب تخجلينا فكر كيرنا سو دوينينا رنتي وحنا انا فرصدا كسي فايدسنيه كو بورينيا قرب جوج الصومالي ورحدي أتاي إن برنامج كان أهمية وصومالي جنرال أسمي وإلا دي رجلي لنا بوريو إن وحقبت كقرب جوج تقولوا يدو لات الماميو إن تبت التوصل وآه إن دل كودي دي بودستان هدي أت حرفة هاي سيد هدي أت عيل كقطي هدي أت سكول جيسي بنانك صادق بان كلنا ناي قال هو كوتيار عاو محمد صومالي وكمان كنا صار محمد أنا بيسأل قنا يا وحيا مكاسح إن العقد een sanadina weydiisa u qabaay ma sal lacagta waa sanad waa 20 baan bishii la 240 sanadkii waa ka saxa meeshaas aadi aad barka waa sidoo kale ku fahmi ma kaay een dunti waa meeshii ilmihi qofki doonaya hal ilmo inuu qaato een sanadka dhan weeye 240 ku bishii oo dhan cuntadiisa iyo wixii soo dhan waa 20 baan balina telefoonada aan ku noqono
بالقفك أستحي أن فيرنا هل أن تلفك هنا وحي إلى تهي أن قد كأذ الجامعة محمد هذا خصوصا نقول عنو جاس مرك هذا أنا نقول عنو سبونسر كري مانتا أن سيدنا الله سبحانه كرا ديفلوبمنت يجلس أن وحول الله سبحانه كرا أن على سيكرا نمبر يجلس إيماش اللي قال الحقيقة على سيكرا دارت هذا هو عكرا لنا حد لكرا حديك لنا حديك لنا وحوم لنا يا أنك بنال سو حقيقة aan anaka ay ku sheegayno meesha uu marayo in noloshiisa isay tahay anaka baa kaga sheekeynayno maqalabadaas dhacba oo uu kala socon karta cunuga xaaladiisa ahmiyad intee leeg baad leedahay isleedahay in dhalinyaradu waliba marxaladan hadda lagu jiro oo runtii xamar ay ka muuqato in runtii nabad badan wadanka meelo badan laga xoreeyay dadkii in dagaal ogeyaasha aha muhiimad intee leeg baad leedahay in lagu dhirado now ay tahay right time-ki aan wallahi muhiimad weyn bay u leedahay sababtoo ah anaga nafteena ay wax nagu alisay in hay'adan ay si fiican ugu shaqeyn doonto dalka Soomaali ay nafteeda beesku ugu weyn ay ku yeelan doonto dalka Soomaali maadaama ay nabad tahay anaga hadda nafteena aniga qaar badan dib u noqonayo oo ka shaqeynayo arrimaha bulshada oo ka shaqeynayo marka muhiimad weyn bay tahay chance ina noo tahay in aan hadda ka faa'iideysano si aan loogu laaban ibaadadii asoo maqnay in aan dib u laabano oo dadkeena ugu faa'iideyno hadda ay muhiimad weyn ina tahay chance noo tahay aadi aad bal dhinaca taleefannada aadna aanu fiirino inkastoo runtii aadi aad taleefannada looga bixo caawa barnaamijkan dalisna umar walba jaamkaas noqdo bal qofka nasiibku iyo shaalo salaam aleekum alaa salaam aleekum haa walaal waxa ku maqlay magacaaga meesha ka saarnays aleekum salaam waraxma fadal soo dhawo walaal waxa ka saabay Soomaaliya أي سلو سغلبا ee waa gabadhii sagal baan u maleynayaa oo markii saddexaad runtii nagu soo celisay aad baan sagal kaaga mahadcelinayaa sida aad isugu deedid inaad fikirkaaga soo gudbiso laakiin waa nasiib xumo qadka aad looga buuxaa een qadka een runtii taleefannada oo maanta aad mashquul ah awgiis een bal laakiin fikirkiina sidoo kale mar walba adeegsada aaladda internetka maxamed waxa la soo gaaray gunti iyo gabagabadii barnaamijka waa maxay fariintaada ku aadan oo aad ku boorinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed aan fariintaydu waxa tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa la yahay u tashta dalkiina una laabta dalkiina aan umada adduunka aan qof walba dalkiyooda ayaysa wadankan aad joogna oo maanta ingiriiska aad ku faaninay wadamada galaba dal aan leenahay ma aha dadkiisa istay idinkana waa isa gartiin dalka anaga iska duduminay haddana diba uu isa gartiin marka waxa lahay aliyada joogto dibadaha iyo qofba joogto wax badan aad dalka u sameey gartiin dalka aad ku wada laabano kulligeen ugu dambeyntii aan xaqeelada kala soo xiriiri karaa aan waxaan halka soo xaqiiqteen aan website ka somedevelopmentinterest.co.uk maashaasan halka soo xaqiiqteen iyo taleefanka maasha oo keenay kirtin qof alla qofkii daneynayo inuu dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto maashaan halka soo xaqiiqay qof walba oo volunteer oo jecel inuu shaqana wax ka qabto wada walba oo joogo adduunka dacaladiisana hanaal soo xaqiiqo waan isla shaqeynayna waan wada shaqeynayna kulligeen aan aad baa u mahadsantahay daawadayaal runtii anigu taas raba inaan in yar sii kor istaago muhiimadda ay leedahay inaannu hadda damiirkeen aanu ruxno oo aanu tusno adduunyada dadku waa jabaa laakiin inta boorka iska jabno oo istaagno inaan socon karno ageen inaan mar labaad noqon karno soomaalidii isbirit kalahayd oo afrika laga xishoon jiray ama laga baqi jiray aan dhahne inaan awoodeena iyo caqligeena iyo cilmigeena isu geyno dalkeena iyo dadkeena aynu dhisano waa lama horaan waana ahmiyadda programka kan waa aniga injineer Saciid Fadhey oo ah soo saara barnaamijka aan Cabdullaahi Jabarna oo ah isku dubaridaha barnaamijka iyo madaxdeeda martideeda maanta Maxamed Soomaali meel joogta ma anagu isku duban waxaan leenahay dhista dhulkiina wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ma tahay nin dadaalo dantiisi ka adkaado dalkiisi anfacaya waa barnaamij cusub oo la magac baxay dallis oo galab walba jimcaha ka daawan doontaan TV-gan caalamiga ee Somali Channel barnaamijkan ayaa wuxuu diirada saari doonaa isbeddelka cusub ee Soomaaliya ka socda way bedelmeen taariikhdina way garteen waanay soo noqdeen haddaba waxa isweydiin mudan waa maxay doorka looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed waa samaxay doorka looga baahan yahay madaxda hadii dadaalka ay madaxdu wado dadku ayan gacanta qaban oo iyagu is cafiyeen oo khilaafka iyo qabyaaladda iyo xasadka ayan iska dayn madaxdu dadkii oo dhan ma aha meel wax ma gaarsiinayso hadhowna eeda ma qaadi karto
si looga gurbo marxaladan cusub ee kala guurka doorka ay shacabku ka ciyaari karaan. Marxaladda cusub oo la galay waxay u baahan tahay in la iskaashado, gacmaha la isqabsado, cid walba ay ka qaadato qaybta ay ku leedahay. Waa samaxay ahmiyadda laga leeyahay barnaamijkan daldhis? Wuxuu Soomaaliya u wanaagsan, Soomaaliya u horseeda nabad, Soomaaliya u horseeda barwaaqo iyo inay ka baxdo dhibaatada ku jirtay 20 sano ee la soo dhaafay. Barnaamijkan daldhis muxuu ka hadlaa, muxuusa ku saleysan yahay? Inay waddankoogii dhisi karaan, marka jid cusub iyo hawl cusub oo macaan oo didid badan ay noo furanto. Haddaba barnaamijkan daldhis oo lagu eegayo laguna raadinayo sidii dalka dib loogu dhisi lahaa, haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato, la soo xiriir barnaamijkan daldhis.